إن شاء الله كلنا بنشتغل دائما وبنسعى لنخلي الأردن أحلى أردن والعالم أحلى عالم. بدنا نزرع شجر وبدنا نحسن البيئة يد بيد. يعطيكم ألف عافية مدرسة السامية. Iris, are you recording? أيوة. لا, he's just holding a phone. أنا شباب. يلا الأرض هاي. يلا guys. يلا مين جاهز؟ الهدف من إحنا بدنا نزرع الخضار الأساسية. يعني زي الخضار والخيار والخس. وإن شاء الله بنصير إحنا نمول الكافيتيريا. هاي نوفر مصاري. وكمان نقدر نحسن التربة الموجودة هون ونضيف خضار. وأهم شيء إنه الأرض رح تكون الزراعة فيها عضوية. وكمان إحنا رح نصير إنه في تايب أوف ريسايكلينج اسمه الفود كومبوستينج. رح نصير إنه نقدر أي شيء كأكل فائض بدل من الكبة بنقدر نصير نعمل فيه سماد. أوكي, how are we going to serve the community then؟ محمد. نحن بنكون زرعنا في تزرع جوا المدارس في المدارس الأقل حظا مع لما تتطور الفكرة طبعا الفكرة الأردنية تصير تقدر تدعم أنت كطلاب مدارس أقل حظا تقدر توفر لهم أنت غذاء يومي. ممكن نساعدهم يزرعوا؟ طبعا. نحن نريد أن نستخدم مثال وهذا استصلاح للأرض. يلا شباب علي راشد يلا مس يلا لو شخص واحد يصور بس تعالوا تصوروا معنا تعالوا يلا هلا انزل انا بصور What about you guys stand over there? Just stand over there. No, 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 Iris. Iris. بس عندي احلى فكره